الاحتفال بعيد العرش يؤدي إلى أغلاق الحرم الإبراهيمي تزامنا مع اقتحام المستوطنين مناطق الخليل. ما هي الأوضاع لديك؟ في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق منطقتي باب الزاوية وشارع بئر السبع، وذلك لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين إلى هاتين المنطقتين، وبالتالي الحديث هنا عن اقتحامات للحرم الإبراهيمي. هذه منطقة باب الزاوية، ترون كيف جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإغلاق المكان بشكل كامل، وطلب من أصحاب المحال التجارية فعلا أن يغلقوا أبواب محلاتهم، وذلك لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين واقتحام إلى هذه المنطقة، إلى منطقة عتنائيل بن كنز أو ما يعرف عندهم قبر حفرون. وبالتالي الاقتحامات مستمرة للحرم الإبراهيمي منذ ساعات الصباح، دخل عشرات من المستوطنين المتطرفين، وربما الأعداد تزداد كما شاهدنا خلال الفترة الماضية إلى ساحات وباحات الحرم الإبراهيمي، حيث هذه العمليات تستمر لساعات الليل، والحرم سيغلق لمدة 48 ساعة أي الأربعاء والخميس، وهذا بالنسبة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين وما أبلغت عنه الأوقاف الفلسطينية. من المتوقع أن تندلع مواجهات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحديدا هنا في جنوب الضفة الغربية الخليل وبيت لحم، كانت قد دارت مواجهات في منطقة بيت لحم عند المدخل الشمالي، وكانت أيضا هناك مواجهات عند مخيم العروب شمال مدينة الخليل، بالإضافة كذلك إلى مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة بئر حرم الرامة في الخليل، بعد اقتحام مستوطنين متطرفين لبعض المناطق الأثرية في تلك المنطقة. تشاهدين كيف بدأ الجيش بإغلاق المحلات التجارية منذ حوالي نصف ساعة، وهم يقومون بإغلاق هذه المحلات التجارية إجباريا قصريا. يطلب من هؤلاء يعني إن لم تغلقوا أبواب محلاتكم سنقوم نحن بإغلاقها، وبالفعل هذا ما جرى مع أصحاب المحلات التجارية خلال يعني الدقائق القادمة. وبالتالي هم يحاولون تأمين المنطقة، نشروا أعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وربما من المتوقع بعد ساعة تقريبا أن يخرج المستوطنون المتطرفون من منطقة شارع الشهداء المغلق وكذلك من الحاجز 56 في منطقة باب الزاوية باتجاه هاتين المنطقتين، منطقة باب الزاوية المغلقة كليا والتي لم يسمح للفلسطينيين أن يدخلوا إليها، وبالتالي أيضا منطقة شارع بئر السبع، وتحديدا إلى المنطقة التي ذكرتها قبل قليل قبر عتنائيل بن كنز أو ما يعرف عند اليهود حسب معتقداتهم بقبر حفرون.